المدرسة اللي هي تقرأ فيها بعيدة شوية على الدار، حساسية تخليها أنها كي تاكل حاجات معينة تنجم ينفط بدنها وإلا تصير لها مضاعفات صحية. فأمها حارسة أنه مكلتها الكل يلزمها تكون من الدار. لكن توا منذ أيامات أمورها ما تعجبش، وليت يقولوا لها عليها في المكتب اللي هي وليت معصبة، عندها غش، نقصت من المشاركة، ما عادش تحب تتكلم، ما عادش تحب تشارك، تروح للدار تشد تركينة تقعد فيها، كان ما قعدتش في البيت بعيد على الناس الكل. رغم أنه لينا باش تعطي أوصاف الموس متاعه بصفة دقيقة، عنده موس كبير أحمر، كيف جاو يتفقدوا في الموس اللي عنده يلقاوه نفس الموس اللي هي قالت عليه. وصفت لهم الحوايج اللي اختصبها بيهم أول مرة، لقاوا الحوايج موجودين في الدار متاعه. أما Thank you.